مساء الخير مشاهدين قناة الحدث اليوم في كل مكان في أولى حلقات برنامج من هنا وهناك. أكون معكم أنا كريس سنايدر من كل اتنين الساعة 1 الظهر. خلينا نقول عنوان الحلقة إن مفيش مستحيل إنك تغير جسمك أيا كان سنك إيه. سنك فوق 50، تحت 50، ممكن تبتدي في أي وقت، مفيش حاجة اسمها إن أنا كبير. خلينا نقول إن عايز تحمي جسمك من الأمراض، من الأوبئة، من تخلي المناعة بتاعتك قوية، إنك ممكن تروح الجيم ويبقى أحسن حاجة. مش بس كده، أنت ممكن كمان مجرد ما تنزل جيم تلاقي نفسك مبسوط ومرتاح نفسيا، وتلاقي نفسك إن أنت مش محتاج حاجة غير إن أنت عادي، إن أنت خلاص نزلت انبسطت وروحت. النهاردة هيكون معانا ضيفنا مميز جدا جدا، واخد شهايد كتيرة جدا، CFT نضة كابتن، مجتهد جدا، واخد شهايد معتمدة، ودرب ناس كتير من جوه مصر وبره مصر، ودرب ابطال كمال الاجسام، الكابتن اندرو منير، مدرب كمال الاجسام واللياقه البدنيه. اهلا بيك يا كوتش. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. عامل ايه؟ كويس؟ مبسوط معانا النهارده؟ اه طبعا. قول لنا بقى، بيبقى في ناس كتير قوي بتبقى بتتمرن وبتعمل ماسلز كتير، يعني مثلا في واحد يقول لك انا هعمل عضلات بس ما عنديش مرونه، هل ممكن واحد يبقى عنده عضلات وعنده مرونه في نفس الوقت؟ هو طبعا دي بتيجي بان انا لازم احافظ على الاسترتشات بتاعتي، لازم احافظ طبعا، لازم ابقى في كارديو باستمرار. طبعا معظم الناس بتهتم بالسايز بس ما بيبقاش عندها فليكسبيليتي، يعني مش بيبقى عندها ليونه، فطبعا ده بيبقى مش اصح حاجه، لان كل ما العضلات بتكبر كل ما طبعا الجسم بيبقى بطيء. فطبعا انا يعني الموضوع دوت طبعا اخلص منه عن طريق الكارديو وعن طريق الاسترتشات بتاعتي، وفي نفس الوقت الدايت بلان بتاعي. طب انت بتقول لنا الكارديو ده مهم صح؟ طب قول لنا بقى، في ناس كتير قوي بتدخل الجيم وما بتحبش تتمرن كارديو، في ناس بتعمل ايه؟ تتمرن على ماشين اي كان شست او اي حاجه وعنده رجلج، فيخلص بقى ويقول لك انا مروح خلاص مش عايز اعمل كارديو ولا تريدميل ولا اي حاجه، ايه رايك في الموضوع ده؟ لا طبعا هو اكتر حاجه غلط ان يعني اي حد بيروح الجيم ما يلعبش كارديو، لان الكارديو ده اصلا انا مش بسميه كارديو، انا بسميه هو علاج القلب. ممكن تفهمنا اكتر ايه الكارديو؟ الكارديو ده اللي هو اجهزه الكارديو زي التريد ميل، زي الستير ماستر، زي الاوربت راك، زي البايك، كل الاجهزه دي بتشتغل على تحسن ضربات القلب ورفع معدلات القلب. فطبعا كل ما معدلات القلب بتترفع صحه القلب بتبقى كويسه، وفي نفس الوقت ببدا ان انا انزل الفات بتاعي والدهون المتراكمه والزايده على الجسم. طيب